ألزموني أخوان، لما تسألوني قولوا لي هل عندك عن الله ورسوله في هذا شيء؟ ما يعني ما تضيعوني. أنا سمعت أن بعضا من ال من بعضا من ال من الكبر يحجب الجنة، شيك يا أخواننا. المؤمن يقول لك ما حجتك عن الله ورسوله ولو كنت جارية أو غلاما أصم أعور دميما أفطس، صحيح يا أخواننا. ألقى على لساني أنني أقول إن الرحمن ضد الرحيم والرحيم ضد الرحمن، هؤلاء فتية يتحدثون بأنفاس الشياطين، وقد علم الرحمن أنني نهيت عن هذا، ولا أقول لم أقل، ولا أقول لم أقل، ولا أقول لم أقل. ولكن قبل 1100 سنة أو يزيد كان أهل اللسان يكتبون كتبا في الأضداد. وما هي الأضداد؟ الكلمة التي يراد بها نفسها ضديها، الأبيض والأسود. هيك. هذا من وين بقول لك هي الأضداد؟ فلو أنهم فطنوا حقيقة أن في الكلمة الواحدة من مثل هذا لجاز أن يعلموا أن الرحمن الرحيم تحمل هذا وهذا. الجذر على رحمة، طيب رحمة جذر على إيش؟ على رحمة. طب لعل أصل الرحمة على شيء غير ما نظن، فيشتق من راح حا ما، هذه الأحرف الثلاثة يشتق منها رحمة ويشتق منها عذاب، وهذا في اللسان كثير. في الجذر الواحد يشتق الأضداد إلى الجذر الواحد في اللسان. اسمه الآن سيعرف نفسه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. شوف الغيب والشهادة الضاد، الرحمن الرحيم، يعلم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. إذا أردت أن تعرف ما الرحمن أقرب لك. في سورة صاد قال عن نفسه أم عندهم خزائن رحمة ربك، اسمع، العزيز الوهاب. هل هذه العزيز الوهاب الأسماء الضاد، هل هذه العزيز الوهاب الأسماء الضاد. فإذا أردت أن تتعلم ابتداء ما معنى الرحمن اجمع معها الرحيم. فالوهاب والعزيز كالرحمن والرحيم. هل هذه العزيز الوهاب الأسماء الضاد، الرحيم ما نتودد إليه ويودنا بالرحمن، بالرحيم بالرحمة، والرحمن ما يخوف الله به عباده. فهذا الاسم هذا الجذر راحيم تجد منه هذا وهذا، فباب من أبواب الرحمة العطاء، ومن أضدادها لسانا ومن أضدادها لسانا ال